كان رسول الله أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا وعطاء وكرما، لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل والوجه السمح، إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة، وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية، كان فخما مفخما، إذا رأيته وجدت لوجهه نورا يتلألأ كأنه نور القمر، من عطره تعطرت الطرق والمنازل، ومع ذكره تطيبت المجالس والمحافل، فهو صلى الله عليه وسلم الجامع لأعظم صفات البشر، وهو سيد ولد آدم، وهو أحب البشر إلى خالق البشر. من صلى عليه هدأت نفسه وزال همه، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ومن صلى عليه كل صبح ومساء وجبت له شفاعة النبي يوم الحساب. إذا أكرمت اليتيم لأجله كان يوم القيامة شفيعك، وإذا اتصفت بالرجولة مثله كان يوم القيامة حبيبك، وإذا حسن خلقك كان يوم القيامة رفيقك. وصدق من قال فيه وإنك لعلى خلق عظيم، وصدق من قال فيه يا أيها الرسول إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.